نذهب للحديد واسعار الحديد قفزت قفزات برضو رهيبه. استاذ محمد حنفي مدير التنفيذي لغرفه الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات، استاذ حنفي هذه القفزات برضو ايه اسبابها؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. لو سمحت الاول نوضح ان احنا كنا في مصر ما عندناش الخامات الاساسيه لاي معدن، حديد او نحاس او المونيوم او حتى كان الذهب برضه. النقطة إن نظرا لأننا بنستورد ما بين 75 إلى أكثر من 80% من خامات أو مدخلات إنتاج الحديد، فده بيتأثر بالعوامل الخارجية. نمرة واحد السعر العالمي وحركته، نمرة اتنين سعر العملة للتحويل، ونمرة ثلاثة توفر العملة نفسها، وأخيرا حجم السوق. بكل أسف إحنا في الفترة اللي فاتت دي كلها الاربع عوامل دولت بيتحركوا. بمعنى بالنسبه للسعر العالمي ارتفع من اول يناير لغايه يمكن الاسبوع اللي فات حوالي ما بين 15 و20 دولار للطن الخرده اللي هو اول عنصر في عناصر الانتاج. ونمره اثنين سعر الدولار كان في بدايه اخر ديسمبر كان حاجه و50 54، النهارده بنتكلم على 60 او حاجه و60 بالاضافه الى 20% الزياده نتيجه الايداع في البنك. نمره ثلاثه توفر الدولار نفسه حتى بعد كل العوامل دي، المصانع لجأت الى انها تصدر جزء من انتاجها حتى ولو كان بسعر اقل من التكلفه فقط لتدبير العمله. وفي الاخر عندنا السوق نفسه حجم الطلب فيه مش بالكم اللي يشغل المصانع بكامل طاقتها، وبالتالي التكاليف الثابته تتوزع على عدد اكبر. الاربع عوامل دولت اثروا جامد جدا على المصانع وعلى صناعه الحديد. كان المفروض في بدايه السنه هيبقى في قفزه كبيره في السعر مع اول تحرك للدولار ومع القرارات بتاعه ان ايداع الدولار في البنك لنظام جديد، ومع زياده اسعار الكهرباء ومع زيادة أسعار كافة المدخلات كان المفروض تبقى فيه قفزة كبيرة. المصانع ما قدرتش إنها تعمل القفزة دي كلها مرة واحدة، وابتدت تقسمها على مدى الشهر ده. كانت آخر جزء فيها اللي هو تم من يومين بحوالي 7000 بس ده رقم كبير يا 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 أستاذ حنفي، يعني 7000 كتير. يعني هو الحسبة مطلعاهم انهم كانوا يزودوا من اول يناير مع اول تحرك للدولار حوالي 10 او 15 الف مرة واحدة. انما اللي حصل انهم طبعا ما كانش ممكن يقفزوا القفزة دي في سعر الحديد، وخصوصا ان في كميات موجودة عند المخازن وعند التجار ما تسوقتش، فطبعا القفزة دي كانت هتعمل ربكة جامدة. هم جزأوا الزيادات دي على المدى الشهر، واخر دفعه كانت اللي هي 7000 دول. انا بس عاوز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا في عندنا الميزانيات بتاعت الشركات دي، ويمكن اكبر شركه فيهم ميزانيتها مذكوره في البورصه، زائد انها بتراجع من الجهاز المركزي. عز الدخيله. عز الدخيله. نعم ايوه، دي حضرتك محققه خسائر رغم السعر اللي حضرتك بتقولي عليه فيه 1.9 مليار جنيه في التسع شهور الاولى. طيب. من 23. توقعاتك بقى للمرحله المقبله، يعني اولا هل المصانع بتعمل بكامل طاقتها ولا لا تعمل بكامل طاقتها؟ تاني حاجه توقعاتك للفتره الجايه وتاثير ده على العقار. بالنسبه للعمل المصانع بكل اسف هي بتعمل من 40 ل 50%، ده بالنسبه لمن يعمل منهم. لمن يعمل منهم؟ لان المتوسط والصغير تقريبا توقف عن العمل. بتقولي ان المصانع المتوسطة والصغيرة في الحديد، في صناعة الحديد، تقريبا توقفت عن العمل. تمام. ودول يمكن قد ايه وبيشغلوا قد ايه تقريبا؟ دول كم مصنع تقريبا؟ بكل اسف هم ما بيقدروش يستغنوا عن عمالة. هو لان زي ما حضرتك عارفة ان العمالة دي صعب جدا طبعا احضار بدلها يعني. فبالتالي بيحافظ على ان هو يدي الحد الادنى من الاجور ويشتغل يمكن برضه زي الاخ اللي قال قبل كده في الاجهزه، بيشتغل 3 ايام في الاسبوع او بيشتغل 4 ايام، في اللي بيوقف الشهر بالكامل،
في اللي بيشتغل شهر ده يوقف شهر. ده نسبة كام بقى من مصنعي الحديد عمل كده؟ هو دول مش الكبار، انا دول قلت لحضرتك دول المتوسطين الصغننين والصغار، وبيمثلوا حوالي تلت السوق تقريبا. تلت السوق. تلت ونيجي السوق الكبار بقى. الكبار بيشتغلوا بطاقات انتاجيه متدنيه، بمعنى ان الشركات الكبيره بتشتغل ب 40% 30%. وده سببه عدم توفر الدولار عشان نقدر نجيب المواد الخام. دي نمره واحد. ونمره اتنين، السوق حاليا دلوقتي مع الارتباك اللي موجود فيه سواء في القطاع العقاري او في قطاع قانون البناء او قوانين بتاعت المخالفات، كل ده فيه احجام عن المباني بالنسبه للقطاع الخاص، فبالتالي الطلب برضه ضعف، وده السبب ان مش باين مشكله في الحديد، لان الانتاج القليل بيكفي الطلب القليل الموجود. توقعاتك ان لتاثير هذه الارتفاعات على سوق العقار، سوق العقار ايضا فيه اضطرابات كبيره جدا. ما هما الاثنين بيسمعوا البعض. طبعا. بمعنى ان طبعا اكيد ارتفاع اسعار الحديد هيأثر الى حد ما على العقار، بس عاوز بس انبه الى ان حجم التأثير مش بالضخامه دي، بمعنى ان الحديد بيشكل 10% من تكاليف البنى مش من سعر بس البيع. ما هو الـ 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 مش الحديد بس اللي زاد، كل ما حاجه تانية زادت، بالظبط الالومنيوم كده، والاسمنت والسيراميك كل حاجه زادت، مش بالظبط، الحديد بس اللي زاد. بس ده كله بيتعامل مع تلت تكلفة أو تلت سعر البيع اللي هو سعر البناء نفسه. أما سعر الأرض وتكاليف الترفيق والإجراءات وتوصيل المرافق ده بيمثل التلت التالت، وعلى ذلك فطبعا هيبقى أكيد في تأثير، إنما مش هيكون هو السبب الحاكم توقعاتك اللي بيعمل. توقعاتك للفترة القادمة؟ نسأل الله أن نعدي هذه الكبوة بسرعة، ويتم تدبير بطريقة ما لأسلوب تعامل في الدولار. يعني أنا مصانع الحديد أنا في جزء كبير منها كان بيدبر حاجته من الدولار، إنما حتى دي مش كافية ليه ومش قادر يتعامل معاها بحرية، فنتعشم إن شاء الله أن السياسة النقدية تتعدل إلى حد ما، زائد يكون في مخرج من موضوع سعر الدولار. شكرا أستاذ محمد حنفي، مدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.